قرار ضم ام الكروم لعمان وعمل الحزام الدائري عليها جاهز، وهاي فرصه ما بتتعوض. بس ما في حد بام الكروم بالرياض. انت ادرى مني بوضعهم، شوفه اتحسس الاخبار. ما هو بصراحه اذا الدونم اليوم بسوى 50-100 دينار بكره بيصير ب1000، وانت الك نسبه كويسه مني، وانت وشطارتك بالنسبه لهم. انا بكره مداوم ان شاء الله بصير خير. زي ما قلت لك هاي فرصه ما بتتعوض يا صبري.